الشيء يمكن اللي يحسب لإخواننا في وزارة الصحة وعلى رأس أخوي الدكتور باسل، وضعوا نظام. هذا النظام إلكتروني مركزي خاص في وزارة الصحة، حالات وأعداد الإصابة والوفاة، وعد له نظام على أيدي وطنية لم يستخدم في أي دولة. يتم إدخال المعلومة في النظام من خلال الدكتور المعالج والمختبر المحالة له العينة، الأمر الذي يضمن عدم التلاعب أو إخفاء أي معلومة، بالإضافة إلى إمكانية دخول كافة قيادي الوزارة والمعنيين لمعرفة الإحصائيات المتعلقة بالفيروس في أي لحظة دون إمكانية التعديل أو التغيير. هذا لعدم التلاعب في الأرقام، وضع هذا النظام سجل فيه حالات الإصابات وحالات الوفاة، القياديين يقدرون يدخلون على هذا النظام.